طيب النهارده ان شاء الله هنبدا في اخر محاضره في الموديلنج. خدنا الكهربي وخدنا الميكانيكال ترانزيشنال وخدنا الميكانيكال روتيشنال. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اخر جزء عندنا الا وهو الدي سي موتور. طيب انت ليه محتاج تتكلم على الدي سي موتور؟ اولا هو الدي سي موتور تطبيقاته كتيره جدا في الحياه العامه، وده برضو بينعكس على الجزء الخاص بالروبوتس. انت لما عايز تحرك روبوت ده اكيد مواتير دي سي، لو عايز تحرك مثلا بعض العربيات الصغيره او عربيات الاطفال مواتير دي سي، في ابلكيشن كتيره بتبقى محتاجه اشارات دي سي، وبالتالي فهو ملائم جدا كفيرست كورس انك تبدا تتعامل مع الدي سي موتور. وهو اصلا ده الهدف، يعني هو انت الجسم الروتيشنال اللي هيلف ده مين اللي هيلففه؟ ما انت محتاج موتور، وبالتالي فده مرتبط تماما بالجزء بتاعنا. طيب انت خدت في قاعده فيلمنج لليد اليسرى وفي اليد اليمنى ان في عندك ثلاث حاجات، في عندك فولت ومجال وحركه. فولت فولتج، وفي فيلد، وفي روتيشن. الموتور بتديله فولتج وفيلد يديك حركه، بينما الجنريتور انت بتديله فيلد وروتيشن يبدا يديك كهرباء. ده الفرق ما بين الموتور والجنريشن. وبالتالي فالموتور انت محتاج حاجتين، محتاج انك انت تديله كهرباء، ومحتاج انك انت تديله مجال مغناطيسي عشان الموتور يبدا يتحرك. ومن المنطلق ده فقال خلاص لو احنا حبينا نرسم الموتور كدايره كهربيه، فالموتور ده هيبقى عباره عن ملفين. الملف الاولاني او الدايره الاولانيه اسمها دايره الفيلد، الفيلد، وده اللي اسمه الار اف ال اف، وده الجهد اللي اسمه الاي اف اوف تي، وعليكم السلام، وده التيار اللي اسمه الاي اف اوف تي. هي من اسمها دايره الفيلد، فهي الدايره المسؤوله عن الفيلد او المجال المغناطيسي، دي اللي هتمد الموتور بالمجال المغناطيسي اللي هيقوم بالتشغيل. خلاص يبقى انت كده حققت الدايره الاولانيه. طب فين الدايره الثانيه بتاعت الجهد؟ الدايره الثانيه بتاعت الجهد ودي اللي انا هرسمها دلوقتي، ودي اللي احنا بنسميها دايره الارميتشر، حيث الارميتشر بيسموه العضو الدوار او العضو الاستنتاج. ده الجهد اللي احنا بنسميه الاي ارميتشر، ودي المقاومه، ودي الملف، وده الموتور، وده التيار اللي هيمشي هنا اللي اسمه الاي ارميتشر اوف تي. ببساطه جدا اي موتور في الدنيا عشان يتحرك هو محتاج دايرتين، في دايره اللي انت هتدي له منها الكهرباء. انت عشان تشغل اي موتور في الدنيا انت بتاخد فيشه الكهرباء وتروح تحطها فين؟ تاخد الفيشه بتاعته وتروح تحطها في الكهرباء، فانت بتدي له كهرباء عشان يشتغل. تمام، اللي هي دي، يبقى دي الكهرباء الصريحه، الجهد الصريح اللي انت بتديه له عشان يشتغل. في جزء من الجهد ده وغالبا بيبقى اقل شويه بيتوزع على ملف ثاني اسمه دايره الفيلد، بحيث ان دايره الفيلد دي بتاخد جزء من الجهد وتبدا تحوله الى مجال مغناطيسي، فاصبح في عندك هنا مجال مغناطيسي واصبح عندك هنا الموتور، او الموتور واخد جهد، فنتيجه لقاعده فيلمنج فتبدا عمليه مين يا شباب؟ تبدا عمليه الدوران، فالموتور ده هيبدا يلف. بس الجهد ده الجهد الرئيسي، فهو اكبر من ده، وده المسؤول عن اعطاء الجهد، وده المسؤول عن اعطاء المجال المغناطيسي. طب انت اديت كهرباء للموتور ليه؟ عشان يلف، عشان يتحرك. طيب ما هو انا جيت بقى على الاكس بتاع الموتور بتاعه ده المفروض هيبدا يلف، وانت رايح حاطط عليه جسم ميكانيكال، اي جسم هيتحرك. الجسم ده وليكن له جي مومنت اوف انيرشيا، وقد يكون له دمبر بي موجود، قد يكون له سبرينج، وات ايفر. فانت الموتور ده هيبدا يلف، فهو هيبذل عزم مقداره تي اوف تي عشان يقوم بعمليه الدوران، وبناء على ذلك فهتحصل ازاحه مقدارها سيتا اوف تي عشان يقوم بالحركه. ده باختصار هو الماثيماتيكال موديل للدي سي موتور. انا لما اجي اتحكم في الموتور الدي سي ما بعرفش اقول له ايه، طب زود الجهد شويه، سرعته هتزيد او قلل، الكلام ده كله اديني معادله، وبناء على المعادله دي
هبقى عارف السرعه هتتغير ازاي، هبقى عارف هزود كثافه الفيض المغناطيسي ازاي، هبقى عارف الجهد ده لو زاد ايه اللي هيحصل في الدايره. فانا عارف كل حاجه بالتفصيل، وبالتالي في النهايه فانا بقى عارف ادي تورك قد ايه عشان الموتور يبدا يلف او عشان الجي تي تبدا يلف. تبقى واضحه قوي مثلا في حاجه زي المصاعد. اسانسير هو بيتحرك هو في موتور فوق، فالموتور ده شايل الكابينه اللي انت بتركب فيه. اعتقد لما يكونوا اربع خمس افراد مش ما هو الموتور شغال. هو انت ليه لما بتيجي تخش الاسانسير يقول لك الحموله القصوى اربع افراد او ثمان افراد او 12 فرد؟ لان الموتور اللي هم حاطينه ده نتيجه للمواصفات الكهربيه الجهد ودائره المجال هو يقدر يديني تورك، يديني عزم، بحيث العزم ده بحد اقصى يشيل الوزن الفلاني. طب دخل بقى مكتوب اربعه وانت دخلت 12، فالموتور هيجي يبذل او يشتغل عشان يبذل عزم، فالموتور ماله؟ مش قادر، هو عمال يسحب او عشان يلف هو مش هيقدر يتحرك، وبالتالي فانت مرتبط بالعزم بتاع الموتور اللي هيبدا بحركه السيستم الميكانيكي. طيب استنتج ده معادلاته ازاي لو جت كمعادله او جت كمساله؟ عادي خالص، هو دي دايره كهربيه ودي دايره كهربيه ودي دايره ميكانيكيه، فتعالى بقى ناخد كل واحده على حده ونشوف هنحللها ازاي. لا نسبة منه، نسبة بناخد سامبل كده منه عشان يبقى موجود هنا. وساعات في الدي سي موتور دي ما بتبقاش ملفات، ده بيبقى مغناطيس ده. في بعض المواتير دي مغناطيس، مش انت الدايرة ده عشان توري لك مجال؟ انا وجع دماغي ليه واجيب دايرة وملفات؟ ما انا اجيب لك مغناطيس دائم. أو مغناطيس مش دائم بقى، ما اجيبش قطعة مغناطيس، اجيب قطعة حديد والف عليها كويل، ولو مررت كهرباء بقت مغناطيس، بقى فيها نورس وسيرس. طب خلينا نبدا واحده واحده كده. لو احنا حبينا نستنتج دايره الفيلد، والله دايره الفيلد هي دايره كهربائيه عاديه خالص، مفيش فيها غير جهد ملف ومقاومه وسورس. فاقدر اقول ان الاي اف اوف تي هيساوي جهد المقاومه اللي هو الاي اوف اف في الار زائد جهد الملف اللي هو ال في الدي اي اف باي دي تي. ولو انا خدت لابلس تطلع ان الاي اف اوف اس هتطلع بتساوي الاي اف اوف اس مضروبه في الار اف زائد اس ال اف، ودي كده تبقى المعادله رقم واحد. خلاص خلص. طب تعالى بقى للدايره الثانيه اللي هي دايره الارميتشر. لو انا حبيت استنتج دايره الارميتشر كدايره كهربيه، هو في هنا مصدر مقاومة وملف وفي تيار ماشي. يعني أنا لو خدت كيرشوف فالإي إي أوف تي هتطلع بتساوي جهد المقاومة اللي هو الأي إي في الأر إي زائد جهد الملف اللي هو ال في دي أي إي باي دي تي. كده خلص. أيوة بس ده فيها موتور. أيوة الموتور ده هيتمثل إزاي في الدايرة؟ ما إحنا قلنا المرة اللي فاتت إحنا عندنا مشاكل للحركة داخل مجال مغناطيسي. هو الجسم لما بيتحرك داخل مجال مغناطيسي قد يكون ده اللي انت كنت عايزه، انت اصلا كنت عايز تحرك الموتور. فاديت له كهرباء واديت له مجال مغناطيسي فالموتور بدا. ايوه بس انت كده بقى عندك في حركه وفي مجال مغناطيسي فالموتور هيولد كهرباء. موتور بيتحرك في مجال مغناطيسي ما هيولد كهرباء. ودي بتحصل في كل المواتير اللي في الدنيا. ودي احنا بنسميها ارميتشر رياكشن، اللي هو رد الفعل بتاع الارميتشر نتيجه لحركه الموتور داخل مجال مغناطيسي. فبتحصل على اطراف الموتور ده اي باك اوف تي، قوه دفع كهربائي عكسي بيولد كهرباء. بس الكهرباء دي انت انا مش عايزها، انا كنت بس انا مدي كهرباء عشان يشتغل، ولكن الكهرباء دي نشات نتيجه للدوران. والكهرباء دي اكيد هي عكس السورس، فحتى لو انت خدت كيرشوف هما الاثنين دول عكس بعض. عشان كده لو انا ظبطت المعادله يبقى زائد الاي باك اوف تي. يعني اقدر اقول ان الاي اي اوف اس هتطلع بتساوي الاي اي اوف اس مضروبه في الار اي زائد اس ال اي، الكلام ده زائد الاي باك اوف اس، ودي كده تبقى المعادله رقم 2، مفيش جديد. طيب احنا خدنا معادله بتقول ان الاي باك بتتناسب مع، احنا خدنا تناسبين حتى الان، الاي باك مع والقوة مع التيار. كويس والله. يبقى الاي باك اوف تي دي هتتناسب مع السرعة. هو الموتور بيتحرك بإزاحة سيتا، يبقى السرعة اللي هي سيتا دوت اوف تي.
يعني مباشرة يعني الـ E back of S هتطلع بتساوي ثابت اسمه الـ S في الـ KB في الـ theta of S، ودي كده تبقى المعادلة رقم 3 زي الفل. يبقى أنا خدت كرشوف هنا طلعت معادلة، خدت كرشوف هنا طلعت معادلتي. بس لسه هو الجسم الدوراني ده أو الجسم ده هيلف في مين؟ طيب يبقى أنت دخلت في سيستم ميكانيك، وأنا عارف إن السيستم الميكانيكال الدوراني ده اللي هو الجي، فالسيستم ده بشوف العزوم المؤثرة عليه والعزوم العكسية وأجيب محصلة العزوم بيساوي الجي في سيتا دبل دوت اللي هي الجي في العجل. والله في عزم في الاتجاه ده، ده العزم الأساسي لعملية الدوران، وده اللي إحنا بنسميه تي أوف تي، ده العزم المؤثر في عملية الحركة. بس نتيجة لإن ده بيبدأ يلف ففي عندي هنا دمبر، قد يكون دمبر، قد يكون سبرينج، قد يكون دمبر أو سبرينج أو تيفر. ففي عندي هنا دمبر، الدمبر ده هيديك عزم في نفس اتجاه الحركة ولا عكس الاتجاه؟ يبقى ده هيديني دمبر في عكس الاتجاه مقداره بي في السيتا دوت أوف تي. ولو أنا طبقت إن محصلة العزوم بيساوي الجي في السيتا دبل دوت أوف تي هطلع منها إن التورك ناقص البي في السيتا دوت اوف تي ناقص بتساوي الجي في السيتا دبل دوت، يعني التورك اوف اس هيطلع بتساوي السيتا اوف اس مضروبه في الجي اس تربيع زائد بي اس، ودي كده تبقى المعادله رقم 4. كويس جدا، يبقى دي جابت معادله، دي جابت معادلتين بحكم الاي اي وظهر الاي باك، المعادلة الثانية الاي باك بتتناسب مع السرعة، وبعد كده السيستم الميكانيكي اللي هنا. هيتبقى عندنا معادلة واحدة ألا وهي ايه الربط ما بين السيستم بتاع الدي سي موتور والسيستم الميكانيكي؟ يعني ايه العلاقة ما بين الموتور والسيستم الميكانيكي ده اللي هيلف؟ طيب هو أنت حطيت الموتور ليه؟ عشان يدور السيستم. طيب هو الموتور ده عشان يدور السيستم بيبذل ايه؟ مش قوة، بيبذل عزم. هو الموتور ده بيدور ده مش بالجهد، ده الجهد ده اللي انت بتديه للموتور عشان يلف، بينما الموتور عشان يدور الحمل ده هو بيبذل عزم. ما انت دورته مش بجهد، انت دورته بعزم. فاصبح بالنسبة لي العزم اللي هو تي اوف تي هو دي القوة اللي بتؤثر في عملية الدورة. كويس جدا. العزم ده بيزيد وبيقل امتى؟ هو العزم ده كل ما كثافة المجال المغناطيسي بتزيد فالعزم ده هيزيد. كل ما كثافة المجال المغناطيسي بتزيد فالعزم هيزيد. طيب هو مين المسؤول عن كثافة المجال المغناطيسي؟ طيار. طب هو المجال المغناطيسي كده جاي لك من كام ناحيه؟ هو انا جاي ان في تيار هنا اي ارميتشر، لان ده هيمشي في ملفات الموتور هيولد مجال مغناطيسي، وعندي في تيار من الناحيه الثانيه اللي هي دايره الفيلد اصلا، فانا عندي هنا تيارين. فاصبح التورك التي اوف تي هيتناسب مع كل منهم. وعليكم السلام. التيار اللي احنا بنسميه الاي اي والتيار اللي احنا بنسميه الاي اف. اتفضل فوق كده. يبقى اشيلها من المونتاج معايا يا شباب. فالتورك تورك هو هيتناسب مع التيارين زي الفل. طيب ليه مع التيارين؟ لانه جاي من المجالين المغناطيسيين. طب ليه ضربتهم في بعض؟ ليه ما قلتش ان التورك ده بيتناسب مع ده وده؟ لانك في النهايه المجال المغناطيسي المحصل هو عباره عن ايه؟ ده مجال لما بيتحدوا مع بعض. مش انت خدت مجالات ولا اتكلم براحتي؟ لسه بتاخدها. فهو المجال المحصل هو عباره عن محصله المجالين كبرودكت مع بعض كمعادله ابسط يعني. وبالتالي التورك هو عباره عن حصل الاي اي في الاي تي زي الفل. مين فيهم اكبر من الثاني؟ هو الاي اي الاكبر ولا الاي اف الاكبر؟ والله هو نتيجة لأن الإي إف هي جزء صغير من الجهد، ف
فمعروف ان التيار اي اي اوف تي ده هيبقى اكبر بكتير من التيار اللي احنا بنسميه الاي اف. ما هو ده الجهد الاساسي، وهناك الجهد جزء من جهد تالي التيار بتاع الاي اي هيبقى اكبر من الاي اف. وطالما التيار الاي اي اكبر بكتير من الاي اف، فانا ممكن اختزل المعادله الى ان التورك اللي احنا بنسميه تي اوف تي هو هيساوي ثابت اسمه الكي، او هنسميه الكي تي في التيار اللي احنا بنسميه الاي اي اوف تي. ليه؟ ما هو ده كبير جدا، ده مثلا 15 امبير وده 2 من 10، ده مش عارف 20 امبير وده 8 من 10، وبالتالي فالتيار ده دوما اكبر من ده، فبالتاكيد حصل الضرب يعني تقريبا هيطلع هو الاي اي. يعني اقدر اقول ان التورك تي اوف اس في النهايه هو عباره عن كي تي مضروبه في الاي اي اوف اس، ودي كده المعادله رقم 5. وده التناسب الثالث اللي سيادتك هتحفظه، يبقى الفورس بتتناسب مع التيار، والتورك بيتناسب مع التيار، والايباك بتتناسب مع. يبقى لما يكون عندي موتور اسانسير وفجاه ركبت بدل الاربعه ركبت 8، هو مش هيقدر يلففه، بس انا عشان اخليه يلف اعمل ايه؟ ازود قيمه التيار، بحقن تيار زياده. فلما بتزود قيمه التيار التورك بيبدا يعلى، فالتورك بيبدا يزيد. طب ما دي حلوه، ما هو اي موتور عايزين نزود التورك زود مين؟ ايوه، بس التيار اللي سيادتك زودته هينتج عنه لا مش حكايه اي باك. هو انت لما يكون عندك سلك ورحت مزود فيه التيار مره واحده، السلك ده هيبدا يسخن، وبالتالي فتلاقي المواتير اللي دايما عليها احمال عاليه تيجي تحط ايدك عليها كده تلاقيها سخن. حتى في مصطلح كده يسموه في البيت، يقول لك ايه؟ يقول لك ده موتور الميه قافش، تسمع الملحوظه، او مروحه السقف قفشه، او مش عارف مين مش قفشه بتاع الكوره، او مش عارف مين قافش. هو مروحة السقف قفشة يعني ايه؟ يعني في مشاكل ميكانيكية فمش عارفة تلف. طب هي بتتحرق ليه؟ ليه موتور المية لما قفش اتحرق؟ ببساطة، هو موتور المية لما قفش معناها ان في مشاكل ميكانيكية فالموتور ما عرفش يلف، تمام. هو الموتور ما بيفهمش، هو الموتور افتكر بالبلدي كده ان في حمل ميكانيكي زيادة عليه، فهو عشان يلف في الحمل الميكانيكي الزيادة ده فمضطر يعلي التورك، فمضطر يسحب، راح ساحب تيار، فأصبح الموتور بيسحب تيار. هو الموتور في مشكلة ميكانيكية، هو كده كده مش هيلف، أيوة، بس هو بيسحب تيار على أمل إن التورك بتاعه يلفف الموتور، فهو عمال يسحب تيار وهو واقف، فالموتور عمال يسخن ويتحرق وهو واقف، وتيجي فجأة كده تحط هو الموتور مش شغال ليه، وتحط إيدك ده مولع، مولع ليه؟ ما هو الموتور واخد كهرباء وقافش، والتيار عمال يزيد، والزياده عماله تسبب زياده في درجه الحراره، فالموتور ماله؟ فالموتور اتحرق. فدي بقى بيبقى لها وسائل حمايه، ان انا احمي الموتور ان لو حصل عليه اوفرلودنج او زياده في التيارات او الحاجات دي كلها. الكلام ده فيه مشكله؟ طيب. طيب احنا في الحياه العمليه لما بنيجي بقى نتحكم في الموتور ده، سواء ان انا عايز اتحكم في السرعه او في الاتجاه او في الطرق عزم بتاعه، فانا قدامي دايرتين بملفين، دايره اسمها دايره الفيلد، ودايره اسمها دايره مين؟ الارميتشر. فانت عايز تتحكم في اي حاجه في الموتور، فقدامك انك تغير في الدايره دي او تغير في الدايره دي عشان تتحكم في الموتور. فقال خلاص، يبقى انت عشان تعمل كنترول يا اما هتعمل كنترول من خلال دايره الفيلد ومن خلال دايرة، لا شكرا مش عارف، ومن خلال دايرة الارميتشر. ما ينفعش في أي مجال في الدنيا إنك تخلي 2 بارامترز أو أكتر يعملوا كنترول. بتبقى صعبة. بمعنى إيه؟ أنا عايز أغير في السرعة. تقعد تغير في الدايرة دي ولا في الدايرة دي؟ تخيل موتور بتغير في سرعته ومعاك 2 بوتنشيومتر. عمال تظبط في ده فبيزيد، لا ده أقل، راح رحت أنت مزود دي شوية، رحت مقلل دي شوية. طب هو هيزيد ولا هيقل؟ وعليكم السلام. فاصبح قال خلاص، طالما انت عايز تتحكم في بارامتر واحد، فبيكون دايما من الاسهل انك يا اما تتحكم من خلال دايره الفيلد يا اما من خلال دايره الارمتشر. مش محبب في التطبيقات،
انك تتحكم في الدائرتين، لان انا في النهايه ما ببقاش عارف انا هظبط دي على كام ودي على كام، طب هزود دي ولا اقلل دي. فقال خلاص خلينا للمواتير بتاعه الدي سي دي خلينا نعمل دائرتين، يا اما دايره اسمها ارميتشر كنترول يا اما دايره اسمها فيلد كنترول. يعني ايه الارميتشر كنترول؟ ارميتشر كنترول يعني انت هتعمل كنترول من خلال دايره الارميتشر، تحكم في التورك او في السرعه او في خلافه من خلال الدايره دي. طب هو انا لما اتحكم من خلال الدايره دي امال الدايره دي ايه؟ هي شغاله بس ثابته مش هتقوم بعمليه ايه؟ كنترول. وطالما ثابته مش هتؤثر معاك في حاجه، فالمعادله بتاعتها ما عادتش ملزمه. تاني، هو انت بتجيب الترانسفير فانكشن ليه؟ ليه بتجيب العلاقه بين الدخل والخارج؟ عشان اعرف اعمل كنترول ازاي، ادي الانبوت كام عشان احصل على الخارج كام. طب اذا كانت في حاجه في المنظومه اصلا ثابته ومش هتتغير ومش هتاثر في حاجه، ما ملهاش لازم، هتحطها ليه بقى؟ اصل انت مش هتغير فيها حاجه. وبالتالي فلو انا هعمل ارميتشر كنترول هتحكم من خلال دايره الارميتشر، فدايره الفيلد دي بالنسبه لي ثابته ملهاش لازمه اصلا، ملهاش لازمه انها تترسم. ده في كتب لما بتيجي ترسم الدايره في حاله الارميتشر كنترول بتقوم مسحه لك دي، او يرسم لك دي رسمه بسيطه كده ويقول لك ايه كونستانت، ان الدايره دي كونستانت، الدايره دي مش داخله معاك في الحسابات. طيب انا اصلا كنت استنتجت خمس معادلات، طب لو انا هعمل دايره ارميتشر كنترول فدايره الفيلد بتاعتي هتبقى كونستانت. طب ايه المعادلات اللي انا هستخدمها من الخمسه؟ اعتقد المعادله رقم واحد مش فاهم ده، هو حتى التفاضل التيار هيطلع بصفر لان التيار ثابت وكله ثابت ثابت ثابت، هيطلع كله بصفر. فاصبح ما فيش قدامك غير المعادله رقم اثنين، المعادله رقم ثلاثه، المعادله رقم اربعه، والمعادله رقم خمسه اللي بتقول التورك بيتناسب مع التيار، والحمد لله احنا كده كده شلنا الاي اف، فالمعادله رقم خمسه اللي شغال. يعني في حاله الارميتشر كنترول هي المعادله رقم اثنين وثلاثه واربعة وخمسة. الكلام ده صح؟ طيب في حالة الفيلد كنترول، لو انت هتعمل كنترول من خلال دايرة الفيلد، ما خلاص يبقى بالنسبة لي دايرة الارميتشر دي كلها ده كونستانت ثابت، فاصبح بالنسبة لي هنا دايرة الارميتشر كونستانت. طب ولما تبقى دايرة الارميتشر كونستانت معادلات ايه اللي هتستنتجها؟ المعادلة رقم واحد موجود، طب المعادلة رقم اثنين مفيش دايرة أصلا، طب المعادلة رقم ثلاثة مفيش، طب المعادلة رقم أربعة دي شغال، ده الحمل الميكانيكي. احنا لغينا حاجات بس مش للدرجة دي، ده بتاعت اللود. يعني أنا شلت الدايرة بتاعت الإي إي دي كلها أكنها مش موجودة، الجهد ده ثابت مش هيتغير، التيار بتاعه ثابت، الإي باك هتطلع ثابتة، فالمعادلة رقم اثنين والمعادلة رقم ثلاثة مش شغالين. طب المعادلة رقم أربعة شغالة، ده دي أصلا اللي أنت حاطه عشان يلف. اتفضل. الجهد ده مش معناه إن هو مش موجود، هو موجود بس ثابت مش هيتغير. عايز ده إيه؟ ما أنا لسه هقول أهو. احنا طيرنا المعادله رقم اتنين وكام؟ يعني الوقت شغال معايا، انا هكتب بس الارميتشر هنا عشان ايه؟ شغال معايا المعادله رقم واحد ماشي، اتنين وتلاته مش شغالين ماشي، اربعه شغاله غصب عنك لان ده بتاع اللود ماشي. ايوه طب العزم في الحالة دي المعادلة رقم خمسة هتتعد. ليه بقى؟ لأنك بتضرب الأي إيه في الأي إف، بس الأي إيه ماله؟ هو قيمته كبيرة بس كونستانت كونستانت، فأصبح اللي غير لك في التورك هو مين؟ هو الأي إف. صحيح التأثير مش هيبقى كبير، بس اللي هيغير في التورك هو قيمة الأي إف. فالمعادلة الجديدة اللي هتتكتب إلى إن التورك اللي اسمه تي أوف تي
هيساوي ثابت اسمه الكي تي في الاي اف اوف اس، ودي المعادله اللي احنا هنسميها 5 داش. ده دي المعادله الجديده اصلا، لان المعادله بدل ما التورك هيتناسب مع الاي اي هيتناسب مع مين؟ مع الاي اف. كلام في مشكله يا جماعه؟ طب انهي افضل، انك تعمل كنترول باستخدام دايره الارميتشر كنترول ولا دايره الفيلد كنترول؟ طيب خلينا نستنتج كده، لو انا هعمل ارميتشر كنترول الخارج ايه، ولو انا هعمل فيلد كنترول. خلينا نبدا في اول حاجه، لو انا هعمل ارميتشر كنترول. طب لو انت هتعمل ارميتشر كنترول مين اللي شغال معاك؟ 2 و3 و4 و5. انا هبدا بس امسح شويه حاجات كده عشان المعادلات تخف، او عشان ابدا اكتب الجزء اللي انا محتاجه. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ همسح المعادله خلاص، او الماثيماتيكال موديل بتاع الموتور. دي ما انتش عايزها، ودي ما انتش عايزها، ولا دي ولا دي. طيب خلينا لو انا هعمل ارميتشر كنترول، الترانسفير فانكشن هتبقى مين على مين؟ لو انا هعمل ارميتشر كنترول الترانسفير فانكشن هتبقى مين على مين؟ الخارج مين؟ الخارج سيت، والداخل اي اي اوف اس. ليه اي اي؟ ما هو ارميتشر كنترول. طب ليه الخارج سيتا؟ انت بتدي كهرباء للموتور ليه؟ عشان يدي عزم ولا الاصل يتحرك؟ هو صحيح ان هو عشان يتحرك بيدي عزم، بس الاوت كم حركه. فانا عايز الجهد او السيتا على الاي اي. زي الفل. معاك المعادلات رقم كام؟ 2 3 4 5. طب هل لو انا عوضت 2 3 4 5 دي هتطلع مظبوطه ولا هتحتاج تستنتج معادلات ثانيه؟ والله هي الاي اي فانكشن من الاي اي ومين؟ والاي باك. الاي باك فانكشن من مين؟ ادي خلص. طب الاي اي فانكشن من مين؟ من التورك. طب التورك فانكشن منين؟ ده كده خلصت. طب خلينا نرسمهم بسرعه كده. يبقى دي الاي اي اوف اس، هي فانكشن من الاي اي والاي باك. احنا قلنا لما بتبقى فانكشن من متغيرين بنخرج اللي مساره اطول. مين اللي مساره اطول للوصول للسيتا؟ هي طبعا الاي باك هتديك سيتا على طول، بينما الاي اي هيدي تورك، والتورك هيدي سيتا، يبقى نخرج الاي اي. طب الاي اي، الاي اي هنا هتساوي كام؟ هي هتساوي الاي اي ناقص الاي باك مضروبه في 1 على ار اي زائد اس ال اي، ودي كده الاي اي اوف اس. معادله الاولانيه. طيب الاي اي لو ضربتها في الكي تديني التورك، يبقى لو ضربت دي في الكي تي بتديني التورك التي اوف اس. التورك لو ضربته في مقلوب الكلام ده يديني السيتا. يعني لو ضربته في 1 على جي اس تربيع زائد بي اس يديني السيتا اوف اس. زي الفل. طيب دي اي باك، والاي باك بتساوي الاس في الكي بي في السيتا، يبقى هقوم واخد دي كده واقوم قايل ان دي الاس في الكي بي في السيتا عشان تديني الاي باك. ده لو انا هعمل كنترول باستخدام دايره مين؟ دايره الارميتشر. وفي الحاله دي يعني هو السيستم كلوزد، بس ما اقدرش اقول ان كلوزد لوب، لان ما في عندناش كنترولر ولا اس خارج. هو البروسيس نفسها يعني فيها انك في سيتا، والسيتا اثرت على الاي باك، والاي باك غيرت من الاي اي، فانت محتاج تظبط الاي اي عشان تظبط. فالسيستم في الحاله دي الى حد ما، مش السيستم ككل، هو الموديل بتاع السيستم يبدو كما لو كان كلوزد لوب. طيب لو احنا عملنا فيلد كنترول يبقى الترانسفير فانكشن هتساوي كام؟ هي هتساوي السيتا على الاي اف اوف اس. زي الفل. طب سيتا على الاي اف يبقى لازم توصل من الاي اف للسيتا. طب الاي اف داله في مين؟ في الاي اف. طب الاي اف داله في مين؟
في التورك. طب التورك ده اللي في مين؟ ده زي الفل ده ماشي، ده انت مش محتاج معادله. يعني اقدر اقول من هنا ان لو دي الاي اف اوف اس هضربها في واحد على ار اف زائد اس ال اف تديني الاي اف اوف اس، يبقى المعادله دي كده اترسمت. الاي اف لو ضربتها في الكي تي تديني التورك، والتورك صح كده؟ اه، والتورك لو ضربته في واحد على جي اس تربيع زائد بي اس تديني السيتا اوف اس. يبقى ده السيستم لو كان فيلد كنترول. ايه رايك ده ماله؟ ده اوبن. يعني البروسيس مسلمه بعضها، ما عندناش اي فيدباك من خلالها، او ما عندناش اي ريليتد اوبريشن موجوده، بينما هنا ماله؟ البروسيس نفسها في فيدباك جاي من السيتا، لان الاي باك بتتناسب مع السيتا. ما اقدرش اقول ان السيستم كله اوبن لوب او كلوزد لوب، لان انا بتكلم على البروسيس بس. لسه في كنترولر وفي خارج وفي فيدباك راجع، فالمنظومه لسه مش موجوده. شفت الفرق ما بين الفيلد كنترول والارميتشر كنترول؟ هو ده بالظبط الجزء اللي موجود. طيب تعالى بقى ناخد بقى مساله فيها الشوك الكامله بقى، ونبدا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده نعتبر خلصنا المودلنج، احنا بس هناخد بعض المسائل المختلفه. هناخد جزء النهارده وجزء المره الجايه ان شاء الله. مسألة لما تيجي في الامتحان او بغض النظر عن الامتحان هي هتبقى تركيبه من دول. بس طبعا مساله الامتحان مش الكتروميكانيكال، ده الكترو دي سي ميكانيكال سيستم. يعني المساله كومبو، عشان ايه؟ تبقى معاك دي سي موتور ومعاك روتيشنال. والسنه المساله الترم اللي فات حطيت لهم روتيشنال على ترانزيشنال على بتاع، كانت مساله ظريفه، كانت مساله كومبو. انت عندك كام تناسب انت خدته؟ ثلاثة. يبقى سرعه وتورك وفور وتورك وفورس تيار، وبقيه الحاجات ما فيهاش تناسبات، دي معادلات صريحه. معادله جهد، معادلات تورك، معادلات فورس، دي معادله صريحه. فيما عدا ذلك لو جات لك حاجه في الامتحان انت ما انتش عارفها او ما خدتهاش قبل كده، فاكيد دي بقى هتبقى معادله تناسب. يعني لو جات لك حته ميكانيكال او حته الكتريكال او ربط ما بينهم بشكل ما انت ما خدتهاش قبل كده، فاكيد دي معادله تناسب. تمام؟ بس مش انت بقى قاعد ما انتش فاهم حاجه في المساله كله تناسب. انا بتكلم على الجزء الجديد اللي انت لو شفته هتبقى دي معادله تناسبيه. وغالبا ساعات بيبقى في حتت في الامتحان بلوك كده بقول لك دي معادلته. يعني انا بقول لك دي المعادله بتاعته عشان مثلا دي حاجه جديده عليك، دي معادلته انت ما خدتهاش قبل كده. فانا بديك ايديد ايكويشنز معاك. لكن لو في حاجه انت ما خدتهاش او المعادله بتاعتها مش موجوده، اكيد هتبقى معادله تناسب. ودي محتاجه منك انك تبدا معلش تفهم شويه. معلش يعني افهم هي شغاله ازاي عشان تجيب معادله التناسب مظبوطه. هل السيتا في المعادله دي اللي انت مش شايفها دي، هل التورك بيتناسب مع التيار، ولا السيتا هي اللي هتتناسب، ولا الاكس اللي هيتناسب مع الاي؟ هتلاقي فيها على حسب ايه؟ على حسب الفهم بتاعك. خلينا ناخد بس مساله بسيطه. بس قبل ما ناخد مساله بسيطه هشرح لك بس سريعا، لان دوائر كتيره كهربيه هتلاقي فيها ما يسمى بالامبليفاير. انا عارف انك انت خدت الامبليفاير، مش انت خدت الكترونكس 2 ولا بتاخدها دلوقتي؟ طيب هتكلم براحتي. انت عارف ان الامبليفاير زي ما سيادتك خدت قبل كده، لو في هنا موجب سالب في 1 وفي هنا كده موجب سالب في 2 ومعامل الامبليفيكيشن ايه، فمعروف جدا ان الفي 2 هو عباره عن كام؟ هو عباره عن حاصل ضرب الاي 1 في مين؟ في البي. ماشي زي ما احنا شغالين، مفيش جديد. هو الجديد بس باختصار ان الامبليفايرز ما بتكبرش تيارات، ما بتعديش تيارات. خدت الاوبريشنال امبليفاير الاوب امب؟ لسه هتاخدوه. طيب هي الامبليفاير ما بتعديش تيار. يعني انت ان شاء الله لما يتشرح لك الاوب امب اللي هو الاوبريشنال امبليفاير اللي هو ده، هو ده شويه ترانزستورز بشكل معين محطوطين عشان يكبر الاشاره، بس ده ما بيعديش تيار. ليه ما بيعديش تيار؟ هي الامبليفاير موجوده لتكبير الجهد. مقاومه الدخل بتاعتها الانبوت امبيدنس اللي هي الزد انبوت او الار انبوت اللي انت كنت بتحسبها كبيره جدا، فنتيجه لان هي كبيره جدا فالتيار ماله؟ ما بيعديش. فلو في تيار ماشي هنا هو مش هيتنقل هنا،
بس الجهد اللي على اطراف الامبليفاير هي اللي هتتكبر، فهو بيكبر الجهد اللي داخل، فالجهد اللي خارج هو بقى اللي هيعمل انديوسد التيار بقى موجود، بقى عندي سورس خارج منه هيمشي لي تيار، والجهد اللي داخل له هو اللي هيكبر، لكن هو ما بيمشيش تيار في الدايره الكهربيه. حد عنده اي استفسار؟ طيب تعالى بقى ناخد مساله ونشوف هنحلها ازاي. مسألة بسيطة يا شباب، احنا جبنا موتور، دي دايرة الارميتشر توصلها باللودو بشغال، وكتبت لك هنا ان دايرة الفيلد رسمتها بسرعة كده، قلت لك ان دايرة الفيلد كونست، فدي دايرة ارميتشر كنترول ولا فيلد كنترول؟ خلاص دي ارميتشر كنترول، بس انا ما شغلتش الموتور على طول، انا حاطط جهد اساسي عندي اسمه في انبوت، والجهد ده محطوط على دايرة، واحنا استخدمنا الامبليفاير عشان يكبر الجهد عشان يرفع يوصل لي للاي اي اللي هي هتشغل الدايره اللي الناحيه الثانيه. يعني ما شغلتش بجهد مباشر اي اي، انا كبرته من دايره سابقه موجوده. وعايز اجيب الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن هنا هتبقى مين على مين؟ هتبقى سيتا اوف اس على في انبوت اوف اس. ما انت مديله جهد هنا، ده الاساسي. مديله ليه؟ عشان يلف. يبقى هي السيتا اوف اس على الفي انبوت اوف اس، دي اللي احنا عايزين نحصل عليها اللي هي الترانسفير فانكشن. السيستم ده كهربي، امبليفاير، موتور، ميكانيكال، لسلك البطاطس. يبقى كهربي، امبليفاير، موتور، ميكانيك، اللي جات لهم في الامتحان، لان هو جبت لهم امتحان غير تقليدي. ساعات كده بتيجي في دماغي اقوم مغير شكل الامتحان كله فكان غير تقليد، الله يرحمهم بقى. فخليت الجي دي تلف سلك يشد كتله من تحت، والكتله مشبوكه بسبرينج وضمب. هي ما فيش فيها اي حاجه، هي في كل واحده من هنا انا عارف معادلتها، احنا بس هنقف في حته صغيره. طب هي دي لما تلف، طب هي هتشد اللي تحت، طب ايه علاقة ما بين اللف بتاع دي والشد؟ يبقى اكيد تناسب. هي دي كانت مفتاح المسألة، هي حتة التناسب، وانا قلت لك دلوقتي وقلتها لهم، قلت لك لما تيجي حاجة انت ما انتش عارفها او ما شفتهاش قبل كده اكيد المعادلة ايه، بس اظبط التناسب، يعني شوف مين هيتناسب مع مين، ما تبقاش اي معادلة وخلاص وتبوظ لك المنظومة. والحل على فكرة او التعليم في الامتحان او خلافه، والهدف مش بشرح لك عشان الامتحان، هي المادة مفتوحة الثلاث ترمات، تلاقش ترم أول في طبية وترم تاني في سي سي وسمر. الهدف احنا بنشرح عشان نفهم، هي المادة مرتبطة بالحياة العملية. بالنسبة للدرجات ان شاء الله انت هتبقى داخل اعمال السنة بتاعتك كويسة جدا، انت محتاج بس تجيب ال 20 درجة اللي هم يعدوا لك النظر، لكن ان شاء الله اعمال السنة هتبقى داخل كويسة، لان في كوزات وفي بروجكت وفي مش عارف ايه، فالدرجات دي ان شاء الله هتبقى كويسة. ولكن احنا عايزين نفهم هي الآلية دي ماشية ازاي، ما تبقاش خارج والمنظومة التحكم متوغلة في كافة الحياة، سواء منتجات تجارية او صناعية او خلافه، وانت مش عارف تتحل او تشغلها ازاي. طيب هتعمل هنا ايه؟ عادي، هو انا اتعلمت ان هي لو كهربي بشوف كام لوب. طيب هو اولا هيبقى في تيار هنا، فدي لوب، هيبقى التيار ده اسمه اي اوف تي، تمام. هل دي لوب؟ لا. طب دي لوب؟ اه، ودي اصلا دايره الموتور، فهيبقى ماشي هنا التيار اللي واخد نفس السبسكريبت الاي اوف تي. وتعالى نبدا نستنتج المعادلات. لو انا طبقت في المعادله دي، فالفي انبوت اوف تي هيساوي جهد المقاومه اللي هو الاي اوف تي في الار، زائد جهد الملف اللي هو ال في الدي اي باي دي تي. يعني لو انا حصلت على لابلس، يبقى الفي انبوت اوف اس هتطلع بتساوي الاي اوف اس مضروبه في الار زائد اس ال، ودي كده المعادله رقم واحد. خلاص احنا خلصنا دي.
طيب ننقل بقى من هنا نكمل. طيب هو هنا ايه؟ هو هنا مفيش، بس ده هنا الاصل ان في جهد اسمه في ال. طب الفي ال دي مالها؟ هي الفي ال، الفي ال دي هي اللي هتتكبر عشان تبقى، يعني اقدر اقول لو انا كتبت مباشر يعني الاي اي اوف اس هتطلع بتساوي الثابت اللي اسمه ايه في الفي ال اوف اس دي، كده المعادله رقم 2 زي الفل. طيب بقيت هنا كهرباء، دي دايره الدي سي موتور. قالت ايه دايره الدي سي موتور؟ ان الاي اي اوف اس هتساوي الاي اي اوف اس في الار زائد الاس ال اي الكلام ده زائد الاي باك اوف اس، دي كده المعادله رقم 3. يجوز مع كتر الحل بتاعك انك تكتب المعادله في الاس دومين على طول، يعني مش ضروري في الامتحان او في اي حاجه انك تكتب في تي تايم وتجيب دي. تمام، الاي باك دي طالعه من الموتور اللي هي مش مرسوم، بس دي ظهرت نتيجه لدورانه في مجال مغناطيسي، والاي باك هتتناسب مع السرعه. يعني الاي باك اوف اس هتساوي ثابت الاس في الكي بي في السيتا اوف اس، دي كده المعادله رقم 4. طيب يبقى احنا خلصنا الحته دي. ننقل من الموتور للميكانيكال ازاي؟ التورك بيتناسب معه طول ما انت ماشي في البيت، التورك بيتناسب معه والفورس بتتناسب معه والاي باك مع السرعه، واي حاجه ثانيه تجيب لها انت. يعني التورك التي اوف اس هيساوي ثابت اسمه الكي تي في الاي اي اوف اس، دي كده المعادله رقم 5. لسه معادله الميكانيكال سيستم اللي هو السيستم اللي اسمه جي، وانا هاثر عليه هنا بترك عشان يلف، بس في بي هيديني تورك عكس بي في السيتا دوت، وفي سبرينج هيديني كي في السيتا اللي هو تورك عكسي، ويصبح التي اوف اس بيساوي السيتا اوف اس في الجي اس تربيع زائد البي اس زائد الكي، ودي كده تبقى المعادله رقم 6. احنا كل المعادلات دي جايبينها دلوقتي، احنا بس اللي زودناها في البدايه اللي هي المعادله الكهربائيه اللي هي مش جديده، ومعادله الامبليفاير اللي احنا فهمناها. طيب هل في معادلات تجيبها ولا ده من وجهه نظرك دي كل المعادلات؟ طيب تعالى نعمل تشيك سريع كده، هي في معادلات ولا لا؟ انت عشان تجيب الترانسفير فانكشن لازم توصل من السي، من الفي انبوت للسيت. طيب هي الفي انبوت فانكشن من مين؟ فانكشن من التيار، زي الفل. الفي انبوت فانكشن من التيار، والتيار فانكشن من مين؟ لا مفيش، التيار فانكشن من مين؟ ده دي الفي ال، ده في كده معادله ناقصه. هو الاي مش عندي في معادله، سيبك من هو انا ممكن اجيبه مش عارف هو موجود في معادله، موجود، يبقى في معادله ناقصه. طب معادله ايه الناقصه اللي انت نسيتها دي؟ ما هو الفي ال اصلا هو التيار اللي ماشي فين؟ في الملف. يعني الفي ال اوف اس هي اس في ال ال في الاي اوف اس، دي المعادله رقم 7. اه ده انا كنت نسيتها، انا بس لما لقيت حاجه في الامتحان عارفها فرحت كاتبها ان الاي اي بتساوي الاي في الفي ال، فهي الحته دي اللي واقفه لسه الفتره. اتفضل. يبقى الاي فانكشن من الفي ال الحمد لله، والفي ال فانكشن من الاي اي. طب والاي اي فانكشن من الاي اي والاي باك. طب الاي باك فانكشن من السيت. طب الحمد لله دي خلصت. طب الاي فانكشن من تورك. طب التورك فانكشن من السيت. خلصت المعادلات كده، لو انا عوضتهم او رسمتهم هتطلع مظبوطه. طلعوا كام معادله؟ هل انت وانت بتحل كنت عارف ان هم 7؟ يمكن لو رجعت شويه كده ايام ما كنا بنشرح في الاول انا كنت بقول لك ده المساله هتطلع 7 معادلات، كنت خايف 7 معادلات هيطلعوا 7، ده لسه ان شاء الله المره الجايه هحل لك واحده 13 معادله وهتحلها وعادي جدا.
انا مش حاسس ان المعادلات كتيره. ليه؟ لان انا جبت معادله دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، فدي سلمت دي سلمت دي سلمت دي. طب تعالى بقى نرسمهم ونشوف هنرسمهم ازاي. حد عنده اي استفسار؟ اقول ان الاي اي بتساوي الاي في هي ممكن بس يعني مع كبر السيستم هتبقى محتاج انك تجيب كل واحده لوحدها وهما يعوضوا في بعض في الاخر. دكتور العرض بتاع الرقم لا، ما انت بتاخد على الخطوات. يعني المساله دي مثلا عليها 7 الامتحان رتم. المساله دي مثلا عليها 10 درجات، كل معادله درجه، والرسمه مثلا درجه واختصارها درجتين، تبقى ماشيه كده. شوف بقى انت غلطت في انهي مرحله بتنقص عليها الدرجه.